يوسف انت ما بتردش على تليفوناتي ليه؟ ها؟ ليه؟ يا بنت وانت تقعدي تنطي لي كل شويه زي الفرقع لوز ولا ايه؟ انا مش منبه عليكي، رجلك ما توبتش ناحيه الحاره هنا تاني ابدا، يا اما هكسرها لك. ما انت مش راضي تعبرني ولا حاسس ولا دريان بالمشكله اللي انا فيها. ما تولعي بجاز وسخ انت ومشاكلك، هو انا فاضيلك؟ يا عم اهدى يا عم، الناس هتتلم، هو في ايه يا عم؟ مفيش حاجه، بنت مجنونه وكدابه وبترمي بلاها عليا. انا كدابه؟ انا كدابه يا يوسف؟ ولو انا كدابه اللي في بطني ده يبقى ابن مين؟ ابن مين يا انسه ولا مدام انت؟ دي جاي ترمي بلاكي على الجدع ولا ايه؟ اسمعي يا بنت انت، لاخر مره بحذرك، لو هوبتي ناحيه الحاره هنا تاني اكسر دماغك ومرمطك قدام الناس كلها. مرمطني يا يوسف؟ مرمطني؟ ما هو ده اللي ناقص. طبعا ما انت خدت اللي انت عاوزه ورمتني. لا يبقى انت ناويها بقى يا روح امك. ايه يا عم يوسف؟ مش كده، مش كده. اوعى انا يا انت يا يوسف في ايه كمان؟ هو ده اللي ناقص. اهدي في ايه؟ اساله، ما هو قدامك، اساله في ايه؟ مفيش حاجه يا ميمي، بنت كدابه وبترمي بلاها عليا. يا عم الناس بتقولك انا كدابه. اهدي بقى. تعالى يا عم يوسف، ما تضحكش. انا حاسس ان انت حامل منه ومش عارف يا جبان. اهلا بالراجل التعبان. ليه بس كده يا جنرال؟ ليه؟ ايه انت مش كنت حزب وطني؟ ايه اللي خلاك تنط على حزب تاني يعني؟ انا مستعد كمان يا رب دقني وامسك سبحه واحط ورقه بوسطه واخش في الهوجه كمان. يبقى ما غلطتش لو قلت عليك راجل تعبان وبتغير جلدك كمان. عمرك ما تغلط ابدا يا جنرال. خير يا دهشول. الشيم يا باشا. اشمعنى؟ نفسي اظبطه ظبطه محترمه، حد مكبرها في دماغه ومتخنها في مناخيره لما كبرت قوي 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 بقت فوق. وعاوز اكسرها له. نازل قصادك؟ مفيش حاجه تخفى عليك يا جنرال. بقت حاجه غريبه جدا، الناس كلها بتعرف ازاي تختار اصحابها الا الراجل ده بيعرف ازاي يختار اعدائه. الموضوع بين ايديك يا جنرال. انت لازم تنجح يا شوري. بركه فيك يا باشا. سلام يا شوري. طبعا حبيبي. كلم دي وقولها لي معاه. بعد اذن جنرال، يعني لو كان ليا ان انا اقول وجهه نظر، يعني بحكم خبرتي وعشتي مع سعادتك ممكن افهم سعادتك بتفكر في ايه. تهالي كده سعادتك عايز قرصة ودن خفيفة لشيمي ترجعه لمربعه. العقد دي بقى تجيبه والعقل معاه اتراقوا شوية او يتسكنوا في عمليات اكبر من كده. فانا وجهة نظري ده لو من حقي ان انا اقول وجهة نظر، طبعا ان احنا نجيب طقم جديد لانه هو اللي خلص لنا العملية دي، بعد كده نستفيد بيه قدام. انا ده رايي، وطبعا الراي الاول والاخير لسعادتك يا جنرال. العيال دي عندك؟ موجودين وفي خدمه سعادتك. خلوهم يجهزوا وينفذوا، بس مش على البازار. امال فين يا باشا؟ على بيته. الدهشوري لازم ينجح، مش عشان الدهشوري يستحق النجاح، لا، عشان الشيم هو اللي يستحق الصوت. يسقط يا باشا. واحدة واحدة بقى وبالراحة عشان افهم الدنيا فيها ايه. العروسة اسمها ايه؟ نادين. عاش الاسامي يا ست نادين. في ايه مع يوسف؟ انا ويوسف نعرف بعض من 3 سنين وحبيته قوي، وهو كمان حبيني جدا على فكرة، وما يقدرش ينكر كده، وكنا عايشين مع بعض زي المتجوزين. لا زي المتجوزين ولا متجوزين؟ لا متجوزين عرفي، وانا حامل منه كمان. حامل من مين؟ من يوسف. حامل من عمل من يوسف؟ ايوه. طب الورقه دي دلوقتي مع مين؟ مع ماما مديحة. ماما مديحة مين؟ مامة يوسف. ماما يوسف؟ اه ليه ماما مديحة يعني. ايوه ماما مديحة. طب صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. طبعا اللي حصل ده ما رضيش ربنا ابدا. بس انا بقول لك يوسف ده عيل طيب، بس هو بيتنرفز كده على طول. بس انا بقول لك اول ما يشوف الواد ده هينخ. واد ايه؟ الواد ابنه، مش البطل ده ابنه ولا ايه؟ اه. انت دلوقتي في الكام؟ في الثالث. ماشي. انت اول ما ربنا يقومك بالسلامه وتخلفي ان شاء الله تجيبي الواد وتيجي على هنا، وانا بقول لك لو ما رضيش ياخده احنا اللي هنربيه، ده لحمنا برضه هنرميه في الشارع. لا معلش، هو بقى اللي لازم ياخده ويربيه في حضنه وغصب عنه كمان. يا ست الكل، انا بحل المشكله دلوقتي بعدين يحلها الف حلال، ماشي الكلام؟ ماشي. ماشي. متشكر قوي يا استاذ. اسمي ميمي. متشكر يا استاذ ميمي. ماشي يا ستي، تعالي دلوقتي اوصلك تمشيش لوحدك، هدي عشان الدنيا تتظبط. اوكي. يلا.
اخبارك ايه يا مديحه؟ طمنيني عليكي. الحمد لله يا مديحه، بنحمد ربنا. على فكره ليكي عندي اخبار حلوه. يبقى جبتيلي عنوان الراجل صح؟ صح. الحمد لله، الف حمد والف شكر لك يا رب. بس هو في مشكله كده. خير يا مدام؟ اصله مش في مصر. امال فين؟ في بنها. حرام عليك يا مدام، وقعتي قلبي. انا كنت فاكراكي هتقولي ان هو بره مصر خالص. لا انا قصدي يعني انه بره القاهره، بس قلت يمكن تزعلي لما تعرفي ان المشوار بعيد عليك. بعيد عليا؟ ده انا بعد اللي شفته في حياتي امشي لاخر الدنيا على كعوب رجليا بس الاقيه، وارتاح انا ويوسف بقى. ان شاء الله، انا متفائله خير. يا رب يا مدام، يا رب. يا رب يا حبيبتي، خدي اتفضلي. متشكره، ربنا يخليكي، ما تحرمش منك ابدا. تسلمي. ايه ده؟ واخرتها ايه في ايد اهلك المرعوشه اللي كل يوم تكسر لنا بيها حاجه دي؟ ما تزعليش يا يوسف. ما زعلكش ايه؟ ما انت غلطان. لا بزعلي يا يوسف، انا هنا زي زيك بالظبط. زي زيك ايه؟ انت مجنون يالا ولا ايه؟ يوسف يوسف، عشان خاطري خلاص، عشان خاطري. قوم معايا، قوم معايا نتكلم جوه. قوم. الله، هي بقت كده؟ عايز وين؟ انت مانعة تجيب لي وين ولا ايه؟ اخر مرة شفت فيها كان شكلك وحش قوي، وبعدين احنا متفقين اكتر من مرة ان انت لما تنزل من هنا ما ينفعش تنزل مش مركز عشان ما يحصلش مشاكل. يا سلام، هو ايه اللي حصل اخر مرة يعني؟ كل ده عشان ضربت السكرتير الحيوان اللي واقف على باب بيتك؟ انا ما بحبش الصوت العالي. اوكي، مفيش صوت عالي، مفيش واين كمان، وقلت 100 مرة التليفون يفضل مقفول طول ما انت هنا. هاي يا شيخة ماجدة، هنعرف نعمل له حاجة؟ ايوه ينفع، بس صاحب القطر ده دمه زفر قوي. يعني ايه؟ حباه وعشقاه؟ اه طبعا بحبه، وهو كمان بيحبني. امال جاياني ليه؟ لا يعني هو كان بيحبني، بس فجأة قلب عليا ومبقاش طايقني. حصل حاجة بينكم؟ لا خالص. ده لازم يتعمل له عمل تقيل قوي عشان يصرف جسمه، بس العمل التقيل ده هيكلفك كتير، لأن بيحتاج بخور مخصوص وحاجات تانية غالية كتيرة قوي. اللي هتقولي عليه هدفعهولك. أنا ما باخدش حاجة ليا. انت تروحي تجيبي طلباتك وترجعي لي تاني. وانا اجيبها منين؟ بس لا، اتصرفي انت بمعرفتك. يبقى تسيب 2000 جنيه مطرح ما انتي قاعده، ولما يتم المراد هيبقى لنا كلام تاني انا وانت. 2000؟ ايوه. على اذنك.